كابتن أسامة، إيه رأيك في اللي إحنا فيه فيما يخص المباراة النهائية؟ طبعا علامة استفهام كبيرة طبعا، إن شاء الله ربنا يكرمنا بعد يوم السبت يعني. لا، علامة استفهام كبيرة جدا. أنا كنت شايفك مع أحد، شفت فيديو كنت أنت موجود مع حد من إخواتنا في المغاربة أعتقد، وكان برضو بيتكلم يعني. أنا الحقيقة لفت نظري ان وجهه النظر ان هم عايزين يودوا الموضوع للديمقراطيه، حقهم طبعا وكل حاجه، ولكن في النهايه يعني كيف يمكن ان تدافع عن باطل؟ وجهه نظرنا يعني. أي. لا احنا اولا وانا يمكن سمعتك برضو في حوارك او في كلامك قبل ما احنا نخش، احنا ما بنتكلمش على المغرب خالص ولا على فرقه الوداد خالص، حقهم وهم طلبوا استضافه النهائي ومن حقهم يدوروا على حقوقهم. فما فيش اي يعني مشكله بالنسبه لنا احنا مع الوداد ولا جمهور المغرب طبعا. احنا بنحبهم ونحترمهم يعني، لكن انت كنادي اهلي بتدور على حقوقك لانك انت عندك ملايين بيتابعوك وبيشجعوك ونفسهم يحصلوا ان شاء الله على البطوله الثالثه على التوالي، وطموح كبير جدا طبعا. فهي علامه الاستفهام الكبيره عند الاتحاد الافريقي يعني. اولا انت ما حددتش الملعب من بدايه البطوله، وده موجود وشايفينه في البطولات الاوروبيه وفي العالم كله، في اسيا وفي اسيا طبيعي. انت واتعمل مره وقلنا يا الكاف بدا يبقى كويس اهو، مظبوط. فهي دي اول علامه استفهام، ازاي البطوله تتلعب وتوصل انت للمرحله قبل الاخيره، وكمان الشكل العام ان شاء الله ان النادي الاهلي في النهائي وغالبا الوداد، وبعدين جيت تختار واحد من اثنين المنافسين البطوله عنده، انت كده بتعمل له. انا اسف، ده تحرك النادي الاهلي من والعوده الى فندق الاوتيل من ملعب التدريب والعوده الى الفندق الاقامه. اتفضل يا كابتن. يعني زي ما بقول لك علامه استفهام كبيره، ازاي قبل النهائي بتحدد الملعب وفي مكان واحد من الفريقين اللي هيلعبوا في النهائي. نعم. فطبعا انت بتدي له كده فرصه اكبر وسط جماهيره، لانك انت برضو مهما بعدت من جماهير مش هتقدر. هتبعت كام؟ استاد مثلا بيشيل 50,000، هتبعت انت كام يعني؟ ما مكان يعني. فادي اول نقطه، انت بتدي له فرصه. تاني حاجه، انت بتقول السنغال والمغرب هم اللي تقدموا لاخر اتنين يعني، استقر عليهم اللي هم السنغال والمغرب بعد استبعاد نيجيريا وجنوب افريقيا واعتقد الفرقه كان في حد رابع خامس كمان، انجولا. فازاي انت تقول السنغال انسحب؟ برضو علامه استفهام اخرى يعني، ايه السنغال قبل هو النادي الاهلي النهارده بيستند على ايه في جوابه اللي بعته للاتحاد المصري عشان يبعته على وجه السرعه الى الاتحاد الافريقي؟ استند على يا استاذ عصام على انسحاب السنغال، كان يجب بعد ان تنسحب الدوله الاخرى، هما دولتين، دوله استضافت السنه اللي فاتت ودوله السنغال، شوف السنه اللي فاتت وواحده قبلها ودوله السنغال، وبالتالي عندما تنسحب دوله السنغال كان يجب على الاتحاد الافريقي ان هو يعمل ايه؟ يقول للناس يا جماعه انسحب السنغال وما بقاش غير المغرب، اللي عايز يقدم في خلال 24 ساعه حتى ولا في خلال 48 ساعه يقدم، وهنقفل باب الترشح بعد كده.